السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، باب الله، موضوع هذه الحلقة عن فضائل سور القرآن والمثابرة عليها، وموضوع الحلقة عن سورة المؤمنون وسورة الفرقان وسورة النور. أحباب الله، أنا يعني درست القرآن من سنة 92، يعني تقريبا صار لي 27 سنة بدرس القرآن، دراستي يعني ذاتي، وبدق في الكلمات والآيات والصور. والله سبحانه وتعالى سمى الصور يعني لحكمة ربانية، واللي عنده فقه وفهم في الدين والقرآن بيعرف يعني ليش أسباب تسمية الصور. عشان يا أحباب الله، بدي أورجيكم فضائل اللي بيلتزم في هاي الصور وبقراها بشكل يومي وبثبت عليها شو راح يحصل. يعني مثلا صورة المؤمن اللي بظل مثابر عليها، من فضائلها انه هذا الانسان راح يكون قلبه كله ايمان، مليء بالايمان، ما في ذره من النفاق، والله سبحانه وتعالى راح يجعله امام على اهل بيته وعلى من حواليه، وباذن الله هذا الانسان لن يكون عقيم ابدا، وراح يشوف إله أبناء ذكور وإناث، ويكون قرة عين له، وبيكون للمتقين إماما. اللي بثابر على صورة المؤمنين وبتمسك فيها وبضل ماشي فيها يبشر في اللي قلت له إياه، لأنه هاي الصورة هيك بتحكي كلمات الله، حاشا أن تكون كلمات سدى أو هدر كلام فاضي، لا، كلام الله حق وصدق، واللي بصدق في القرآن وبصدق في الإيمان وفي آيات الله بإذن الله، اللي بثابر على صوت المؤمنين رايح يكون من أفاضل المؤمنين وإمام للمتقين، والله يرزقه بالذرية الصالحة تكون قرة عين له وزوجة صالحة، ويكون أهله كلهم طوع بنانه. هاي صوت المؤمنين، هذا باختصار. صورة الفرقان، من يعني تمسك بها وثابر عليها وداوم رايح يعرف الفرق بين الحق والباطل وبين الإيمان والنفاق، وبكون صاحب فراسي، وبإذن الله لن يدخل في فتنة أبدا. يعني هذا اللي يعني بتمسك في صورة الفرقان رايح يفرق بين الناس ويعرفين، يكون عنده فراسة، هذا رجل صادق ولا كاذب، هذا منافق ولا مؤمن، ويعرف بأي مسألة في مسائل حياته أو المسائل اللي بدو في حواليه راح يعرف شو وين الحق وين الباطل. هذا باختصار. أما صورة النور اللي بتمت عليها وبتمسك فيها وبداوم عليها، لن مهما صار في ظلم وظلالي وجهل، هذا الإنسان راح يعرف طريقه ويشوف النور في كل مكان، حتى في أعتم الأوقات في حياته، يعني بصير صاحب نور، والنور ببين في حياته وفي أولاده وفي صحته وفي ماله. أحباب بالله، هذول الثلاث صور اللي بتمسك فيهم رايح ياخذ كل في الثلاث صور. تصور يكون عنده اولاد صالحين وما يكون عقيم، ويكون سيد في قومه وامام للمتقين، ويجي اولاد قرة اعين له، ويعرف يفرق بين الحق والباطل، وما يدخل بالفتن، وطريقه نور بنور يعني. وغير هيك لن يصاب بالعمى أبداً اللي بثابر على صورة النور.
فهمت علي احباب الله؟ ورايح يكون مبتعد عن كل الافك وعن الفواحش، والله سبحانه وتعالى راح يرفع قدره ويجعله من المخلصين. احباب الله، انا والقران كله خير، بس كل شيء زي العلاج، انت بتروح على الطبيب، الطبيب بسألك شو مرضك، وتقول والله راسي بوجعني، بطني بوجعني، عندي ظهري بوجعني، بدوخ كذا، بسوي لك فحوصات، بعدين ايش بتطلع النتيجة، بعدين بقول لك ايش هذا علاجك. القرآن الكريم فيه شفاء للمؤمنين، ترى يا احباب الله، فاللي بيآمن في كلمات الله وبصدقها وبتمسك فيها، فقد تمسك بالعروة الوثقى، قلت عليه باب الله. والله سبحانه وتعالى كل صورة إلها علاج في شيء خاص. أنا درست القرآن كما قلت لكم 27 سنة، لسه بدرس ولسه بتعلم، والله ما حبت فيكم أحباب الله، بحكي لكم شغلات فيها مصلحة لكم، يعني لا تستهينوا في الأمر، اللي جاء باله يحصن على ما قلت له من القرآن يثبت على هذه الشغلات. وفي ناس بيقول لك ما حكوا في، ما في علماء حكوا، انا ما ادري في العلماء شو حكوا ولا ما حكوا، كلهم على راس وعيني، بس انا بحكي لكم تخصصي انا القرآن الكريم. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.